علي علي والله 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 ما دام الوضع بالعراق هيش وماكو امان يمكن كل انسان يهاجر والله كل انسان يهاجر ويروح يشوف لدوله على الاقل ينام رغد ومرتاح ومأمن على عائلته. أنا أدعو كل شباب العراق أن يتكاتفون في سبيل تغيير هذه الحكومة اللي خلتنا نهاجر، خلتنا نترك بلدنا، خلتنا نترك مي الفرات ودجلة، خلتنا نترك أرض الطيبة، أرض العراقيين، أرض الأنبياء، أرض الحضارة. يعني عايشه بشقه لحد الان ويعني وبنص يعني مثل يوم بنص 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 ربعها وبنص دوله باكملها ما تقدر التنظيم يعني تنظيم اسمه تنظيم داعش ما تقدر تصفيه وما تقدر ترجع العوائل لبيوتها. انا اتمنى هسه انا اتمنى والله اتمنى اهاجر لالمانيا، اهاجر اشوف لي اشوف امان لي ولعائلتي.